كعضو جمعية عمومية أمامنا على الشاشة أهو نجوم مصر في كرة القدم، وطبعا محبين للنادي الأهلي وأعضاء جمعية عمومية داخل النادي الأهلي بيطلب أصواتهم، ودي حاجة مميزة إن كله بيشارك. يعني اللي بيخاف على النادي الأهلي حتى لو هو بعيد، حتى لو هو يعني خلاص موجود في حتة تانية بيخدم في حتة تانية، لكن هو بيحب هذا الكيان ده، بيحب منتمي ليه، تربى فيه في وقت من الأوقات، هو ده اللي احنا بنتكلم عليه وليس المصالح الشخصية. هي دي النقطة اللي احنا بنتكلم عليها، واحنا مش وضع انتخابات، ما زلنا بنأكد على الجزئية دي، ولا اللائحة دي تمنع حد من عدم دخول انتخابات ولا 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 حاجات كتير جدا، لكن هو مستقبل نادي، وفي الفترة الجاية احنا نبقى أصحاب قرارنا كجمعية عمومية مع طبعا المجلس الاداري اللي بيبقى موجود في التوقيت ده. كابتن خلينا نكمل كلامنا، حته الرموز ووجود النجوم بتخلي الموضوع يبقى فيه جزئيه التحفيز اكتر من طبعا صح طبعا, طبعًا. بتخلق ثقه زياده شويه. طب انا عايز بس اقول حاجه، بكره الثانويه بتاعت كابتن جمال شمس. كابتن جمال طبعًا. شمس الحقيقه في الهاندبول يعني هو احنا كسبنا بطوله العالم سنه 93 وهو كان المدير الفني وانا كنت معاه المدرب، وكان الجهاز كله تقريبا من النادي الاهلي، يعني كابتن ياسر الرملي كان هو الاداري، كابتن عصام نور الدين كان هو بتاع العلاج الطبيعي. فطبعا دي حاجه كويسه قوي ان احنا نفتكر بس ايه الناس الابطال بتوعنا اللي هم اللي مشوا او رحلوا عن عالمنا، ان هو جمال شمس الثانويه بتاعته بكره. طبعا وجود بقى ايه الكابتن ابراهيم حسن، كابتن وليد صلاح، كابتن مجدي، كابتن طارق ابو زيد، كابتن اكرامي، كان امبارح شريف عبد المنعم، كابتن ابراهيم عبد المنعم، كتير يعني مش عايزين ننسى كابتن صلاح حسني كان موجود امبارح، كابتن سامي زاهر كان موجود. طب انا مش انت قلت كل بتوع الكوره، طب في بتاع الهاندبول بقى الالعاب الاخرى. طب اتفضل كابتن، قولوا شامي في الباسكت. طب تمام، في الهاندبول كان فيها يعني كنت كابتن محمد عبد الله راح، طارق محروس راح، الفولي كان موجودين برضو هناك، نور عطيه كده يعني. صحيح، فانت كل الناس دي بتعمل تحفيز لان كل واحد بيروح بيجيب معاه 3-4. صحيح، والعيله بتاعته وحبايبه طبعا يحطوا الصوت ويقعدوا مع بعض. ولكن هي النقطه ان انت احمد جابر برضو يعني وانت رايح ما بتفهمش الناس اللي حواليك، البنود اللي موجوده هنا والمشاكل اللي موجوده في الاهلي. الحقيقه انا اتخطفت امبارح، انا كنت جاي النهارده الجزيره عشان اشوف الناس القدام بتوع الهاندبول، على هم ساكنين كلهم في المهندسين والدقي، فقلت هروح على الجزيره اشوف كابتن طلعت شتا، اشوف الناس القدام كلها. فامبارح جالي تليفون من اكسم البغدادي وكابتن تحيه حسني، لا تعالى. فلما رحت خدت معايا طارق محروس، احمد جابر كان هناك، لقيت اكسم البغدادي هناك، كل بتوع الهندبول القدام، دخلت عملت الصوت بتاعي وبعدين قعدنا مع بعض. حسين كان موجود اللي هو مدير النادي بتاع مدينه نصر، كان في هاني عبد المنعم اللي هو، وكان في عاصم السعداني، كان في اشرف الفار. فطبعا دي كل دول كل واحد جاي معاه 2-3 معاه، الانتخابات كانت ماشيه كويس.